write a class called registration, have only menu drive main method to test all the functionalities of your classes. Use switch statement inside a loop to write menu drive program. خلينا نشوف menu drive program شنو معناته. خلينا نشوف بعدين شنو. For the linked list use java built in. اوكي. وقال لنا and comment. اوكي. خلينا نشوف اذا كتبنا menu drive program في جوجل شنو بيعطينا. بيعطينا بهالشكل. فهو يبغي يكون بهالشكل تقريبا. نحن نضغط 1 2 3 4 وياخذ الخيارات ويكون على طول شغال اللوب ما يوقف تمام ليه ما احنا نسوي له اكزت هنا بيوقف اللوب تمام شوف هنا اكزت فهاي الاشياء اللي بنحط في بالنا وبنسوي الهاي وهو اعطانا هنت قال لنا ان بنستخدم سويتش لان ارقام بيكون وبيكون لوب تمام فخلنا نروح حق البروجرام بيكون هاي المين اللي بنشغل فيه فطبعا بنحتاج لوب اللوب ما بيكون وايل ما بيكون فور لانه ما عندنا عدد بيكون وايل او دو فخلنا نختار يكون دو افضل حتى وايل اوكي ولكن دو بيكون اضبط لانه ليش بيشغل الكونديشن وبعدين اذا الوايل ما اشتغل الكونديشن بصك الهاي زين فالحين لازم نفكر في الخيارات وشنو الفاريبل اللي بيكون هاي كله بيكون سيستم دوت اوت سيستم دوت اوت فخلنا نشوف احنا نحتاج نضيف كورسز ونضيف يعني تقريبا شنو بنستخدم زلين بيكون كل شيء من هني يعني هالميثودات اللي هني زين بنستخدمهم مثلا اعتقد احسن طريقة علشان ما نضيع بناخذ اسامي الميثودات اللي هنا كامل وبنخليهم هناك ككومنت خاصة هاي ريستور هو اللي شو اسمه هو اللي بنمشي عليه مثلا عندنا add student نقول له add student بنخلي هنا كومنت عشان نعرف شنو الاشياء اللي بنفكر فيه add student عندنا بعدين بعدين عندي delete student تو بعدين ضبطوا الهاي انه بيطبع لي ذي وذي وذي زين انه ضبطوا الهاي انا حاليا بس خليت كشكل كذي تو بعدين تقدرون تقولون ان هالمنيو بيطلع لي add student delete student وشرح كذي بسيط زين فبني هني هو بيكون ارقام فطبعا بنحتاج سكانر لان ليش كل ساعه بناخذ من اليوزر ارقام نريد توت تيك number from user scanner فوق نقدر نخليه في الدو لان اعتقد ما بنشتغل شيء برا الدو خلينا نحط هنا بعد while بعدين بنفكر في الكونديشن شنو بيكون احسن كونديشن حاليا بنخليه بهالطريقه زين اول شيء مفترض يشتغل لنا شنو ان نطلع لنا هالخيارات وشنو هالخيارات مفترض على طول تشتغل لنا switching وكل واحد منهم في كل كيس اختار كذي كذي ياخذ الرقم مال باراميتر ويحط داخله واكيد 100% بنحتاج object حق رستر علشان نقدر ننادي هالميثودات ونشغلهم فخلنا نحط مشكلة شنو اذا خلينا الاوبجكت او هاي داخل الدو كل مرة الدو اللي بيشتغل بيمسح كل شيء فهاي مشكلة فلازم نخليه برا فنقول له ريستور خلونا نخليه كذي عشان بس يكون واضح بعدين
خلاص system dot out. بناخذ كل هالخيارات مثلا welcome. خلا نحط شيء تعريفي بعد. تقدرون هني تستخدمون print f عشان يكون مرتب ويكون سطر سيدة يعني ورا بعض بدون خربطة. انا اشوف كذي بيكون وايد افضل، لكن اذا ما تبون بعد عادي تقدرون انتو بالسبيسات تضبطون الهاي، ان هاي يكون مثلا شوي في النص، هاي يكون ذي تغلو يكون print f بيكون افضل عشان نضبط في السبيس والهاي. خلا حاليا نخليه على system dot out. اذا احتاجنا حسينا مو حلو يحتاج تغيير بنغيره. فهني welcome، خلا نحط كم سبيس هني welcome to register نقدر نخليه كله في سطر واحد، ويصير بعد نخليه في شو اسمه في system dot out كذا مرة. أنا أفضل الحين system out نكتبه كذا مرة عشان ليش نضبط إنه يكونون سيدة بعض، إنه نضبط بالسبيس والهاي، لأن كذاك يمكن يكون أصعب، كذي بيكون تحت بعض ونقدر نحدد السبيس. خلا بعد نحط نقاط هني. ونقطة واحدة بس حاليا، اخر شيء بنحط نقاط. فبنعطي الخيارات بنقول له 1 دوت كله بيكون كذي. اعتقد هنا لانه بيكون متشابه فخلنا نحط هالطريقة ونحطهم تحت بعض بالضبط ونشوف شلون بيكون عشان يترتب. خلينا نحط كابيتال. هني بيكون اي كل شيء يتعلق في الستودنت، بعدين يطلع له انه اذا يبغي يسوي اد ولا لا. تمام، بيكون اضبط بهالطريقة. تقدرون تخلونه كله في لستة واحدة، ولكن الاضبط انه شنو، هني بيكون كل شيء يتعلق في الستودنت، وقت اللي رحنا اد نيو ستودنت او سيرش يطلع له اذا تبي تسوي اد او لا. تقدرون تسوون هالطريقة، تقدرون كلهم تخلون في منيو واحد وتفكون روحكم. لو نلاحظ هاي الستودنت اللي سوينا اخر شيء، لو نلاحظ هاي بيكون شنو حق الطالب معين. تمام، بيكون حق طالب معين انه يطبع الديتيلز ماله، مو حق كل الطلبة. فمن كذي اوكي، فنقدر نخلي هني print student details. وبعد نقدر نسوي شيء زيادة print all student details، نقدر نسويها هاي بيكون بنشغل لوب داخلها وش اسمه وبنخليه يشغلهم كامل ليطبعهم كلهم ورا بعض. بنشوف اذا بنقدر، هو اكيد يعني في طريقة ان نسويها، ولكن خلينا نشوف. تمام، هاي مبدئيا بيكون بهالطريقة، وبناخذ الرقم منه. خلنا نقول integer number
read dot x integer. هني بيكون القراءة أول ما بنشغل الكود بيقرأ. نسينا شغلة اللي exit. زين إذا exit نقدر نسويها كذا طريقة، نحطه يا نحطه في system dot out نقرأ، أو نخليه شنو إنه دايركت يطلع من اللوب. مثلا نخليه هني زائد، نقول له صفر صفر to exit program. exit نقدر نسويها بالطريقتين، نخلي شنو هني while number، هني بيعطينا error لأن ليش لازم number نعرفه فوق، مو مشكلة بنصلحها. أعطاني error لأن مو معرف هاي فوق، بنعرفه فوق، بنحط أي قيمة داخله. زين خلينا نقول ما نبي اوكي نقدر نحط 1 لانه اوريدي بيقرا، حتى لو حطينا 0 بعد بيتم بيقرا، بيدخل هني بيقرا، نشيل النمبر. خلينا نشيك هني ان اللوب مالنا صح، شغل البرنامج. كلهم في سطر واحد. اوكي نسيت اخلي شو اسمه باك سلاش. تمام الحين مثل ما تشوفون صار بهالشكل. الحين لو اي رقم اختاره خلينا نقول 1 بيرد بيطبع لي. خلينا نشوف اذا اخترت 0 وقف لي البروجرام، يعني اوكي تمام شيكنا انه اوكي شغال بشكل مرتب شكله. اذا الشكل مناسب يعني حقكم تقدرون هاي. نقدر نزينه بعد زياده، نخلي هني هاشات مثلا. اذا شغلناه بيكون شكله اضبط شوي، حتى الباقي نقدر نخلي فيهم هاش. يعني عندكم كذا اوبشن تسوونه. فكذي احنا تقريبا مبدئيا سوينا القالب الاصلي. الحين باقي السويتشات ونشغل الميثودات اللي داخل، بنقول له سويتش. الحين باقي الخيارات، اذا وين ضغط وين يصير كذي 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 الى اخر واحد فيهم. فالزيرو اوكي تمام، نقدر نخلي بهالطريقة. براويكم اذا تبغونه يعني بطريقة ثانية شنو بيصير. الحين سويتش وبناخذ النمبر عشان ما نتخربط. هني بنخلي له سويتش. تقدرون تخلون كومنت هني تقولون شو the menu option، شيء بسيط. تقدرون تخلون الاوبشن شنو هاي، ولكن مجرد لان خليناه فوق هني كفايه. الحين بنروح على كل واحد من ذلين بنسوي شنو، بنسوي لنا كيس وكل رقم منهم وهاي، ونخلي بريك عشان شغلنا يكون سريع. كوبي بيست كوبي بيست الى كم عندنا؟ الى 8. بخلي بحط لكم صفر بعد عشان تعرفون شلون بيكون طريقته. وهني 8، وخلنا بحط لكم صفر علشان يكون عندكم اوبشن ثاني في حال اذا ما تبون يكون في اللوب او يعني مثلا شيء ثاني، يعني يكون عندكم كذا اوبشن. فهني بيكون شنو بنقول له، نقول له system capital dot exit.
اوكي هاي نسبة حق الصفر. بنحتاج الديفولت لان ليش ممكن يحط لنا ارقام غير ذلين اللي موجودين، فبنحط له ديفولت. بنقول له system.out the، بنحط له comment تمام، بيكون بهالطريقة نقدر نخلي أي كتاب أي شو اسمه. تمام، هني بعد بنحط له comment in case use والحين نروح حق الكيسات بنختار